إذا كنت مشجعاً لكرة القدم ومهتماً بمتابعة منافسات مونديال الفوتسال، فعليك حتماً أن تعرف الفوارق بين الرياضتين. تلعب كرة القدم داخل القاعة بكرة أصغر حجماً مع ارتداد أقل، وتتدحرج على ملعب تصل أبعاده إلى 42 متراً طولاً و25 متراً عرضاً، ويسعى اللاعبون إلى تسجيل الأهداف في مرمى عرضه 3 أمتار وطوله متراً. يتكون كل فريق من حارس مرمى وأربعة لاعبين إضافة إلى 9 لاعبين احتياطيين، ويتم إجراء التغييرات بشكل غير محدود دون إيقاف اللعبة، ويحق للحارس حيازة الكرة لأربع ثوان فقط، ولا يسمح له بالمشاركة في الهجوم إلا إذا لمس خصمه الكرة أو إذا تقدم نحو نصف ملعب الخصم. تمتد المباريات للشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، ويتم إيقاف الساعة عند توقف المباراة أو خروج الكرة من الملعب، ويملك كل فريق الحق في طلب وقت مستقطع مرة واحدة في كل شوط ومدته دقيقة، ويشترط على الفريق الذي يطلبه أن تكون الكرة في حيازته. عند طرد أحد اللاعبين يتم استبعاده نهائيا على أن يدخل لاعب بديل بعد مرور دقيقتين، وفي حال استقبال الفريق هدفا خلال هذه المدة يصبح بإمكانه إقحام البديل في الحال.